احنا لو دخلنا باللانسات وموتوسيكلات المية من هنا هنحفر الجزار في اقل نقطة، بس المشكلة ان معيش قلم اسود عشان ارسم الكاوتشات. الله يحرق ابو امي، دي خطة. قلم اسود ايه يا؟ احنا اول ما نشوف الجزار قاعد في حتة نخش نديله بالقلم على وشه ونخلص. لا لا، عدم النظام والهوأجية والعشوائية اللي انت فيها دي مش هتاكل، مش هينفع يا حورس. استري مني وامشي ورايا مرة، استري مني الجزار فاضل له يومين ويمشي، لازم نلحقه. ماشي يا جدعان يا جدعان، ما نسامحه، ده شكله شرير قوي. ما تبقاش جبان يا، انا ما بقتش خلاص قادر انا على اي بوكس تاني خلاص، ده عنده عضلات في صوابعه. هو مش اللي حصل ده بسبب اهلك انت؟ مش بسببك هتبقى معانا ولا هتغور في 60 داهيه؟ اديني معاكم لما نشوف اخرتها ايه. تمام، صلي بينا على النبي يا عم حورس. عليه الصلاه والسلام. لازم نمسر ايه؟ صلي بينا على النبي يا عم حورس. قول نمسي. انا قلت نمسي. الموس المس المشكله في موس في بقك ولا ايه؟ انا مش عارف يا حورس، انا ما بقتش اعرف انت حرف السين. طب قول ورايا هعلمك. ماشي. شاكر شكر شكر. شاكر سكر سكر. سكر سكر ايه؟ شاكر شكر شكر. شاكر سكر سكر. لا انا بقيت عبيط يا حورس، بقيت عبيط. اسود ولا لو حد في الشارع وقفك قال لك كلمه حلوه ما تقولوش شكرا. امال اقول له ايه؟ قول له ميرسي. ميرسي ميرسي ميرسي. يا جدعان يا جدعان انجزوا يا جدعان، عايزين نخلص من الجزار. احنا هنتعاهد دلوقتي ان احنا نبقى احنا التلاتة واحد، عشان لو قابلنا الجزار نبقى قوة ونقدر نهزمه. تمام؟ تمام. يلا حط ايدك. مختل عقليا ومستشفى بريش للاطفال. سبحان الله، زي ما اكون شفت الراجل ده قبل كده. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. عجبا لكم ايها الاجنبيون، تريدون السلام ولا تردون السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحيا مصر. وما فيش حوض غير ده يعني؟ أتقول شيئا؟ لا شيء. لا أعلم ما الذي دخل في عيناي. سامحك الله.